1 2 اديشن وال 1 4 اديشن. طبعا في عندنا افكتيف تمبريتشر على الكومباوند، اذا كانت التمبريتشر لو يعني على حراره متدنيه ال 1 2 اديشن هو الميجر برودكت وال 1 4 هو الماينر برودكت، العكس على الحراره العاليه ال 1 4 هو الميجر برودكت وال 1 2 هو الماينر برودكت. على حراره متدنيه الاكتيفيشن انرجي يعني هاي الكاربوكاتيون هاي الترانزيشن ستيت الاكتيفيشن انرجي قليل وبالتالي فاستر ال 1 2 برودكت فورميشن. طبعا ال 1 2 دائما اسرع بالحالتين، بس راح نشوف ليش ال 1 4 هناك الميجر برودكت. لاحظوا الريفيرس رياكشن لو كان عندي ال 1 2 برودكت وبده يصير له ايونايزيشن الريفيرس رياكشن نية الات اوف انرجي، لكن على حراره متدنيه فيو كولوجين ويل هاف سيم انرجي سو الرياكشن الريفيرسبل ات ماينس 80 ديجري، لكن على حراره عاليه راح يكون لي الموست ستيبل يعني ال 1 2 برودكت راح يتكون، بس لكن بما انه في عندي حراره عاليه راح ايونايز باك راح يكون لي الكاربوكاتين مره ثانيه. شو احنا بنعرف شو ستابيليتي للالكين؟ المور سبستيوتد الكين هو المور ستيبل، طبعا هاي على حراره عاليه. لحظه هاي المور سبستيوتد الكين اللي هو ال 1 4 برودكت لانه في عندي داي الكين جروب، اذا ال 1 4 برودكت راح يكون هو المور ستيبل كومباوند وبالتالي راح يكون هو الميجر برودكت ات هاير تمبريتشر. يعني اول شيء راح يتكون ال 1 2 اديشن، بس لانه في عندنا حراره راح يكون ايش؟ ايونايز باك راح يرجع يكون ال 1 4 برودكت. اوكي؟ طبعا الحراره المتدنيه بسميها كينيتيك كنترول والبرودكت كينيتيك برودكت، لانه هذا التفاعل نتج على حراره متدنيه، والايش؟ والحراره العاليه بسميه ثيرموداينامك كنترول الرياكشن، واعطاني ثيرموداينامك ستيبل او ثيرموداينامك برودكت. هاي كله حكيته. الترانزيشن ستيت هاي شرعا الدايجرام، الترانزيشن ستيت لل 1 2 اديشن هاز لور اكتيفيشن انرجي وبالتالي واي لانه عندنا ستيبل سكندري كاربوكاتيون مقارنه مع البرايمري كاربوكاتيون انيليك كاربوكاتيون. اذا ال 1 2 برودكت ويل بي اولويز فاستر اديشن ات اني تمبريتشر، لكن ات لو تمبريتشر الريفيرس رياكشن الريفيرسبل، يعني لو بدي يصير لل 1 2 برودكت ايونايزيشن ما بيصير لانه الانرجي not enough انه للكولاجين جو باك. اذا اتاك باي ذا برومايد اون ذا انيليك كاتايون از سترونجلي اكسوثيرميك سو ذا ريفيرس رياكشن هاز ا لارج اكتيفيشن انرجي ات ماينس 80 فيو كولاجين ماي تيك بليس. Okay, with this much energy and the reverse reaction is zero. وبالتالي nucleophilic attack on the carbon 2 allylic is irreversible. خلاص مجرد ما تنضاف على حرارة متدنية مستحيل تصير له ionization. طبعا البرودكت that form faster هو اللي predominant يعني هو الميجر كومباوند وبسميه kinetic product. Because of the kinetic of the reaction determine the final product, so the reaction is said to be under kinetic control. زي ما حكينا ال 1 2 product بنسميه kinetic product. طبعا at higher temperature بصير عندنا thermodynamic control. ال 1 2 addition is still faster. A lot of addition, but at 40 degrees, the bromide attack will be reversible. يعني ال 1 2 بتكور بس برد لأنه في حرارة كفاية برد ionize back and form the 1 4 product. طبعا once the equilibrium is established, دائما we favor the most stable alkene. طبعا شو هو most stable alkene؟ Most substituted alkene. طبعا ال 1 4 اديشن هو الموست ستابل برودكت وبالتالي بسميه ثيرموداينامكلي برودكت. اوكي because it has more substituted double bond. طبعا because of the thermodynamic of the reaction determine the product the reaction is said to be under thermodynamic control. اوكي طبعا هم مثال نفس الشيء. طبعا دائما ممكن يحكي لك what is the major compound أو what is the minor؟ تنتبه للتمبريتشر، أوكي؟ ممكن نحكي لك why؟ فسر لي ليش هاي طلع
ميجر وهي طلع ماينر، طبعا موجود بالسلايدات. طبعا احنا اخذنا الاليليك كات، ايوه طبعا في عندنا سيستم ثاني اليليك راديكال. تعرفوا الراديكال كومباوند كونتيننج سنجل انفيرد الكترون، يعني عنده الكترون منفرد. طبعا الاستابلايت الاليليك راديكال، يعني لاحظوا هون كاربون كاربون دبل باوند مثلا هون بغض النظر، إذا هاي الراديكال. أوكي طبعا دائما الاستابيليتي للراديكال، البرايمري راديكال الليست ستيبل، بعدين السكندري راديكال، بعدين التيرشري راديكال، وأعلى واحد ستابل إيش؟ البرايمري راديكال. ليش؟ لأنه ريزونانس استابلايز، هاي بتنتقل لهون بيعطيني ايش؟ ريزونانس انذر ريزونانس، يعني زي الكاربوكاتين فعليا. الكاربوكاتين اليليك راديكال اليليك كاتاير ريزونانس ستابلايز، معناته فعليا هاي بتتوزع الراديكال هون وهون اذا على تو اتوم. طبعا لاحظوا كيف بدي اعمل تفاعل اللي هو اليليك برومينيشن كمثال انفولف اللي هو اليليك راديكال. طبعا شو باخذ البي ار 2 لازم سورس اوف هيت او سورس اوف لايت او بيروكسايد تو انيشيات الفورميشن للراديكال، يعني هاي شو بسميها انيشيشن ستيب. طبعا تعرفوا تفاعلات الراديكال فيها ثلاث خطوات، انيشيشن ستيب بروباجيشن واخر شيء التيرمينيشن ستيب حتى يوقف التفاعل. اذا البي ار 2 بوجود اللايت او الهيت او البروكسايد شو بصير عندي؟ هومولتك كليفج الباوند بتوين البي ار والبي ار. شو يعني هومولتك؟ ان هالباوند بريك 1 الكترون جو تو ذيس اتوم اند 1 الكترون جو تو اذر اتوم. اوكي هو البي ار راديكال. طبعا بالبروباجيشن ستاب البي ار مثلا هون ماخذين سايكلو هيكسين البي ار راديكال ابستراكت البروتون، يعني لاحظوا برضه هاي الرابطه بين الكربون والهيدروجين الالكتروجين، طبعا هاي او هاي نفس الشيء لانه سيمتريكال. الباوند بتوين الكربون والهيدروجين بريك هيتيرولاتيك اتش، لاحظوا السهم لما يكون هيتيرولاتيك فعليا الهد مش دبل هد اللي هي نص سهم، لما يكون هيتيرولاتيك بده يكون سهم كامل. اوكي اذا البي ار تعمل كومبينيشن مع البروتون يعطيني اتش بي ار، وهاي هون الالكترون بيروح على الاليليك كاربون والاليليك راديكال هاي ستابلايز باي ريزونانس. طبعا بما انه هذا سيمتريكال الخطوه اللي بعديها البي ار بتهاجم هاي او هاي رح تعطينا بهاي الحاله ايش نفس المركب، يعني لانه سيمتريكال هون. اذا اخر خطوه انها البي ار ايش بتهاجم الراديكال وبعطينا الاليليك برومونيشن، يعني برومو الخير. طبعا لاحظوا دائما بنعرف انه هون طلع معي اتش بي ار، والاتش بي ار بنعرف بنضاف على الدبل بار، اذا دائما في كومبيتيشن بين شو هي اللي فعلا صار هون؟ سبستيوشن، استبدلت الهيدروجين بالبي ار. لو تنضاف ال HBR على الدبل باوند شو بده يصير عندنا؟ اديشن، يعني دائما في سبستيوشن في كومبتيشن منافسه بين الاديشن وبين السبستيوشن، بس حتى اني اخلي السبستيوشن هو الميجر كومباوند لازم اقلل تركيز الريجنت. اوكي؟ بقلل تركيز الريجنت وبصير عندي واستخدم هي حتى يحفز انه فورميشن اوف راديكال حتى انيشيات الرياكشن. وبالتالي بحصل على السبستيوشن برادك كفاينل برادك. طبعا طبعا لاحظوا هون الالين سيستم بشكل عام، الالين سيستم كاربون كاربون دبل باوند وفي عندنا كاربون، طبعا ممكن يكون كاربون كاتايون ممكن راديكال وممكن ان ايون. اوكي ممكن يكون عندي الينك راديكال الينك كاربون كاتايون والينك ان ايون. طبعا الان ايون بده يكون هون 2 الكترون.
اوكي، وبالراديكال 1 الكترون يعني دخل كايدا بالباب، وبالكات اي بده يكون بوزيتيف تشارج. اوكي، اذا هذول الثري سيستم للال سيستم. طبعا لاحظوا هاي الثلاث كاربون all of them contain a b orbital، يعني كلهم تهجينهم اس بي 2. اوكي، طبعا لاحظوا البي اوربيتال parallel to each other يعني موازيات، بحيث يصير overlap between carbon 1 و 2 carbon 2 و 3. اذا هذول الاوفرلاب between الثلاثه بي هو بخلي السيستم more stable. طبعا هاي بشكل عام. اوريدي احنا حكينا الاستابيليتي للالينك راديكال، بس هون معطيك القيم حتى تشوف انه البرايمري راديكال عنده الهيت اوف هيدروجينيشن راح يكون ايش، او الدلتا اتش اللي هو الانثالبي له عالي جدا، السكندري راديكال اقل، تيرشري راديكال اقل، والالينك راديكال هو الاقل، وبالتالي هو الموست ستيبل راديكال. طبعا اذا كان عندنا داينين اوكي وضفت على بي ار 2 وجود اللايت او الهيت او البيروكسايد، اذا حكينا اول شيء بده يكون لي الانيشيشن ستيب، كونت البي ار راديكال. طبعا زي ما شفنا اذا ايها الاليليك بوزيشن، اذا هاي بده يكون لي اليليك سكندري اليليك راديكال، وهي ستيبلايز باي ريزونانس، باي بام تنتقل لهون، والراديكال تنتقل على الكاربون الاولى. طبعا الخطوه اللي بعديها بي ار 2 ممكن تنضاف على السكندري اليليك وعلى البرايمري اليليك، اذا دائما راح احصل على 2 برادكت. اوكي، اذا شو علاقتهم مع بعض؟ كونستيوشنال ايتم، يعني زي الكاربون كذا راح نحصل على 2 برادكت. اذا اوكي هون سوري مش داين، هاي مركب واحد. اوكي انه one double bond allylic system. So during the propagation an allylic radical is formed that is stabilized by resonance. So either radical can form the final product. اذا رح نحصل على mixture of two compounds علاقتهم مع بعض constitutional isomer. طبعا حتى يكون التفاعل يعطيني substitution product more than the addition، في عندنا ريجنت اسمه انبرومو ساكسينامين، هاي المركب انبرومو ساكسينامين، طبعا بستخدمه فعليا تو بروفايد بي ار راديكال. طبعا هذا بعطينا لور كونسنتريشن اوف بي ار راديكال وكونستنت كونسنتريشن اوف بي ار 2، يعني بي ار 2 يعني لما اضيف بي ار 2 مع اللي هي ممكن تكون الكميه عاليه، اما اذا بستخدم هذا الرياجنت بعطينا لو كونسنتريشن ذات جنريت بي ار 2. طبعا لاحظوا هون شو وظيفه الانبروموسكسنامل، بياكت مع الاتش بي ار اللي بده يطلع خلال التفاعل بكون لي بي ار 2، وبالتالي بمنع السبستيوشن، ما فيش اتش بي ار، وبالتالي ما سوري الاديشن، ما فيش اتش بي ار معناته ما فيش اديشن على الدبل بار، واذا كون لي بي ار 2 في عندنا سورس اوف هيت بيعمل لي البي ار راديكال، بصير عندنا الاليليك برومينيشن. اذا ذيس از ا كونفينينت ريجنت فور اليليك برومينيشن ان برومو ساكسينامين. اذا بدك تعرف هذا الريجنت حتى تعرف انه هذا ايش سورس للراديكال. اوكي، اي سؤال؟ هون ببين لنا المولكيولر اوربيتال اوكي للاليليك سبيشي. لاحظوا احنا بنعرف انه في عندنا اليليك سيستم كاربون كاربون دبل بار، وهون هاي الاليليك كاربون. طبعا ممكن تكون كات ايون عليها بوزيتيف تشارج. اوكي، ممكن تكون خلينا هون اكتبها هاي كات ايون، ممكن تكون راديكال، وممكن تكون ان اوكي ان ايون اللي هي عندها تو لون تو الكترون اللي هو اللون نيجاتيف تشارج. طبعا لاحظوا هون في
كم بي اوربيتال عندي؟ 3 بي اوربيتال. اذا الثلاثة بي اوربيتال بدهم يعملوا له كومباين يعطونا 3 موليكولار اوربيتال. طبعا تذكروا البيوتادين في عندي 4 بي اوربيتال كومباين اعطوني 4 موليكولار اوربيتال، باي 1 باي 2 هذول باوندنج اوربيتال، باي 2 باي 3 باي 4 انتي باوندنج اوربيتال. هناك يعني قسمناهم بالنص، 2 باوندنج واثنين نص نان باوندنج. لكن هون عندي اود نمبر اوف اتوميك اوربيتال، عدد فردي من الاتوميك اوربيتال. صار لهم كومبينيشن بده يعطينا عدد فردي من المولكيولر اوربيتال. ما بقدر اقسمهم بالتساوي احكي اثنين، يعني ما فيش بالتساوي. واحد راح يكون باوندنج هذا الشيء. بنلاحظوا هون هاي باوندنج الفيسز ذا سيم، اوكي؟ ما فيش نود. اوكي اذا has the least energy. طبعا هون ال2 الكترون مثلا بكون دائما filled orbital bounded، وواحد راح يكون highest energy anti bounded. لاحظوا عندنا 2 نود الباي 3 دائما راح يكون 3 نقص 1 اللي هو ماي 2 نود. اوكي اذا هذا highest energy لانه all orbital are non bounded، والباي 2 في عنده 1 نود. طبعا هاي كاربون 1 هاي كاربون 3، ال1 نود وين بده يكون؟ حتى يكون سيمتريكال على كاربون 2، يعني بهاي المنطقه ما في الكترونات، وبالتالي سميناه نان باوندينج باي 2. نان باوندينج انه ما فيهوش الكترونات، فعليا انه ما بيشاركش بالالكترونات الرابعه، اوكي نان باوندينج. طبعا لاحظوا في حاله الكاربون كاتيون اوريدي الباي 2 راح يكون فاضي، لانه الكاربون كاتيون يمكن فاقد الالكترون. في حالة الراديكال راح يكون عنده الكترون واحد، في حالة الـ anion راح يكون عنده 2 الكترون، اوكي؟ طبعا وهذول فعليا الثلاثة اوربيتال بيعملوا ايش؟ ستابلايز باي ريجن، في عندهم اوفر لابك وبالتالي بخلي ستابلايز باي ريجن. لا فعليا شو الاصح هون احكي؟ انه هاي البوزيتيف تشارج يعني ارسمها خليني بشكل هون انها متوزعه على 2 اتوم كاربون كاربون كاربون، هاي بلس هاف وهون بلس هاف، اوكي؟ وهون الراديكال راديكال هون بارشل راديكال بارشل راديكال، فعليا متوزع هون، والكارب انايون ماينس هاف ماينس هاف، وهذا اجري وذ ذا ريزونانس ستابلايزيشن، اوكي؟ اذا هذا ايش بياكد الريزونانس ستابلايزيشن. اي سؤال؟ اوكي في سؤال؟ خليكم تعيدوا فرحانين، ليش تعيدوا وانتم زعلانين؟ ايه؟ بعد العيد. لا مش عارف جوز الاحد عمل. شوف ناس شايف الدكتور معي، والله من ورا كنت بشوف هو قاعد في السيارة. بعد العيد بعد العيد. اوكي اذا لاحظوا الاريليك رياكشن في عندنا اس ان 2 رياكشن على الاريليك سيستم، ولاحظوا دائما اذا كان في عندي اريليك سيستم وعملت له اس ان 2 رياكشن بيكون فاستر الرياكشن. بدنا نعرف ليش انه فاستر الرياكشن ذان بالاريليك سيستم ذان ايش النورمال سيستم. طبعا لاحظوا لو اخذنا هون بروفين بروميد CH3 CH2 اذا مش شايفين CH3 CH2 هاي CH2 عليها BR، شو حكينا بالاس ام 2 وان ستيب بروسس صح؟ النيكليوفايد اتاك فروم ذا باك ذا كاربون البي ار او الاكس ماينس ليف فروم ذا فرونت. لاحظوا بالترانزيشن ستيت
طبعا هاي كانت تشبه اوكي الكاربون هاي جيومتري ايش بتشبه تريجونال ايش بلينر علاقه نيوكليوفايد اوفر لابنا الاوربيتال هذا طبعا لعبه هذا الاوربيتال زي البي اوربيتال اللي بين اس بي 2 بيربنديكولار على 3 سيستم يعني تريجونال بلينر نيوكليوفايد يعني اوفر لاب مع البي اوربيتال والبي ار ماينس 2 طبعا هذا نورمال سيستم ما في عندنا الل سيستم لكن لو كان عندي الل برومايد كاربون كاربون دبل باوند وهاي الكاربون اذا وين النيوكليوفايد بدها تهاجم فين دباك لاحظوا هون برضو هاي عندها زي التريجونال بلينر بالكاربون عندها البي اوربيتال بيربنديكولار طبعا لما تيجي النيوكليوفايد اوفرلاب مع هذا الاوربيتال شو بصير عندنا يا صبايا اللي هنا شو بصير بصير عندنا اوفرلابينج بتوين ذا بي اوربيتال وذا كاربون كاربون دبل باوند يعني انه صارت مور ستيبل وبالتالي بده يستمر عمليه الاس ان 2 في هاي التفاعل في حال الاليليك برومايد اذا صار عندنا اوفرلابينج مع الكاربون كاربون دبل باوند البي ار راح تطلع بنفس الخطوة إذا في حال الأليليك برومايد الأس أن 2 رياكشن راح يصير عندنا استابلايز من خلال الريزونانس من خلال أوربيتال أوفرلابينج مش الريزونانس من خلال البي أوربيتال أوفرلابينج بين الترانزيشن ستيت وهذا بده يقلل الأكتيفيشن إنرجي بده يصير أسرع التفاعل طبعا هاي مثال يكون عندي أليليك هيلايد حتى بصير تفاعلاته مع جرينيا ومع الأورجانوليثيوم سريعة جدا مقارنة لو استخدمت ألكل برومايد أوكي إذا CH3- تتهاجم CH2 بتصير عندنا أوفرلابينج بين ثلاثة بي أوربيتال بتصير عندنا سبستيتيوت البي آر CH3 اوكي وطبعا نفس الشيء اذا كان عندنا توسيليت يعني أليلك توسيليت أليلك هيلاي راح يكون اسرع التفاعل طبعا هاي اوريدي حكيته بس حتى ايش تتذكروا هاي الراديكال أليلك راديكال استابلايز باي ريزونانس ثانيا هاي باشر راديكال باشر راديكال هاي الكومبايند استراكشر اوكي هاي اوريدي حكيت عنهم هاي مكتوبات كتاب اي سؤال اخر تفاعل بالكونجيجيت السيستم بلش اطلع يعني طلاب يا بتسكتوا يا بطلع اخر تفاعل very important reaction deals under reaction طبعا deals under reaction هذا الاسم اجى من العالمين اللي اكتشفوا هذا التفاعل اوتو ديلز اند كارد الدر طبعا اخذوا نوبل برايس عام 1950 طبعا هذا التفاعل involved between diene okay يكون عندنا two double bond وelectron deficient alkene or alkyne طبعا conjugated diene هاي طبعا مني two double bond والelectron deficient هي بتكون electrophile شو بسميها dienophile شو يعني dienophile بتحب الdiene okay بتحب انها تتفاعل مع الdiene طبعا شو الناتج لازم أكون حلقة سايكلو هيكسيل أوكي طبعاً إذا تفاعل مع الكاين بيكون لي حلقة بس لكن في عنده تو دبل باوند سايكلو هيكسا داين يعني إذا كان الكونجيجيت الداين يتفاعل مع الكين بده يكون لي سايكلو هيكسيل إذا تفاعل مع الكاين بده يكون لي سايكلو هيكسا داين إذا حلقة سداسية فيها جوا اوكي طبعا برضو هذا التفاعل شو بسميه 4 بلس 2
سايكلو اديشن رياكشن. ليش 4 بلس 2؟ لانه بدي اكون لي رين، بدها تتكون سايكلو اديشن، تتكون حلقه. كيف تكونت؟ انتر اكشن 4 باي الكترون مع 2 باي الكترون. ال 4 باي الكترون من الدايين، 2 باي الكترون من الالكين او من الدايين الفاين بشكل عام، الكين او الكاين. وطبعا فعليا بالذيت الدر اكشن شو بصير؟ بنحول 2 باي باوند ل 2 سيجما باوند، والسيجما باوند اقوى من الباي باوند. يعني بيعطينا مركب استيبل. لاحظوا مثال عادة كيف الميكانيزم 3 ارو. لاحظوا هاي المهمات ب 3 ارو. هاي داين كونجيجيت داين دبل سنجل دبل، اوكي. وهي داينوفايد. طبعا الداينوفايد لازم يكون الكترون ديفيشنت الكين. شو دبليو؟ ويذ دروينج جروب، مجموعة ساحبة للالكترونات حتى يقلل التركيز. الدبل باوند هاد يعني ممكن تكون نايترايد، راح نشوفها. ممكن تكون سي دبل باوند او كاربونيل جروب، اوكي. هاي كلها الالكترون دراونج جروب اللي اخذتوها. طبعا لاحظوا هون الدبل، واحد من الدبل باوند اتاك الكاربون اوف ذا الكين اوف ذا داينوفايد، الباي باوند اوف ذا داينوفايد اتاك الكاربون اوف ذا سكند ان ذا داينين. هاي الباي الكترون تنتقل للوسط، اوكي. تهاجم لهيك تعمل دبل باوند، كونا حلقه سداسيه، والدبل باوند بدها تكون بين هذول التو كاربون. احنا مش كيف تراك مثلا 1 2 3 4، في عندنا رابطه جديده بين الاربعه. مثلا هاي بدي احطها 1 2 بين الواحد، اوكي. هاي اربعه وهاي واحد، ورابطة جديدة بين الاثنين وبين الواحد. طبعا هاي ترقيم بس عشان انا كيف سراك مين هاجم ومين، وراح تكون الدبل باوند بتكون كانت جوا يا مثلي حسب ترقيمي انا، مش ترقيم تسمية، بس ترقيم حتى تعرفوا كيف تحركوا. اذا الداينين فعليا الكترون ريتش النيكلوفايد، داينوفايد هي الالكترون بور الالكتروفايد. كونا بما نتفاعل مع الكين كونت السايكلوهيكسين. لاحظوا اذا كان عندي الكاين كاربون كاربون تريبل باوند عليها الكترون وذ دراونج جروب، شو بتكون لي؟ سايكلوهيكسا داين، اوكي. تو لانه ايش؟ انا راح استخدم 1 باي باوند من الالكاين، اذا راح يضل هون دبل باوند بتكون اللي باللون الاخضر، اذا سايكلوهيكسا داين. اذا هذا التفاعل وان ستيب بروسيس، اوكي. كونسيبتد ميكانيزم يعني خطوه واحده، بيهاجم الدبل باوند، هاجم الداينوفايل الباي باوند بالالكين او الالكال، بيهاجم الكاربون الثاني بالداين، والباي باوند تنتقل للوسط، اوكي. حركه الالكترون 4 بلس 2 كلها خطوه واحده. إذا الداين رياكت مع الإلكترون بور الكين أو الكاين، واللي بسميه داينوفايد، تو جيف سايكلوهيكسين في حالة إذا تفاعل مع الألكين، سايكلوهيكسا داين إذا تفاعل مع الألكاين. طبعا لاحظوا هاي أمثلة. بعد 4 دقائق. لاحظوا هون هاي المجموعة الفعلية الكترون وذ دراونج جروب، هاي الداينوفايد، هاي الداينين، إذا هاي هيك تتهاجم، وهاي هيك، وهاي ستنتقل لهون. أعطيكم شوي معلومة بلكي تتذكروها بالامتحان. إذا صاير ما ننسى السبستوان الكربون، هاي شو عليها؟ بحطها برجع بحطها، إذا ناسينها بكل المركب غلط، كون هي مركب ثاني من وين جا؟ أوكي، إذا بدك تنتبه لعدد الكربون شو اللي عليهم سبستيوت بحيث إنه إيش يعطينا الكوركت ستراكشر. طبعاً هي أديشن سن أديشن، الستيريو كيمستري اللي هي سن أديشن، ولازم الداين يكون بالأسس كونفرميشن، راح نحكي عنها بالسلايد اللي بعديه. سايكلو بنت داينين، هاي الداين وهي
ايش الدايلوفايد. طبعا هاي الجروب هي الالكترون والدراونج جروب. اوكي لاحظوا دائما نتذكر راح تكون رينج اكثر من اللي كان، يعني هون ما كانش اوريدي رينج، اذا تكونت سايكلوهوكسين. هون في عندي حلقه، اذا بدي تكون كمان حلقه ثانيه سداسيه. اوكي اذا هاي بتتهاجم هون، هاي بتتهاجم هون، وهاي بتتهاجم هون. هاي لاحظوا اللي باللون الازرق هي هاي الحلقه الخماسيه 1 2 3 4 5، والروابط الجديده هاي اللي هون، والمجموعات هاي اللي قلناهم راح يكونوا سيست تو ايتش اذر. اوكي طبعا هاي نفس الشيء، هاي هاي وهاي بتعطينا هذا المركب. اذا هذا تفاعل الديل عندك رياكشن. طبعا هاي فقط بحكي لك انه الديلز الدر برودكت اولويز كونتين وان مور رينج ذان ذا رياكتر، لازم دائما يكون اكثر حلقه من المواد المتفاعله. طبعا ما فيش حلقه من المواد التفاعله تتكون لي حلقه واحده، في واحده تتكون ثنتين، في ثنتين تتكون ثلاث وهكذا. ايه؟ ليش اخذ حضورتي؟ اوكي؟ ذا تو اند اوف ذا داين فورم نيو باوند. Two new bounds of the end of the dinophyte, the center forming a single bound of the diene become double bound, the dinophyte double bound become single bound. إذا كانت ريبيت بتكون دبل. راح أوقفهم المرة الجاية، راح أكمل السلايدين ونبلش بالشابتر الجديد إن شاء الله.